وإلى تقرير الأسبوع. أكثر من 50 عاما من التضحية والعطاء، فمنذ عام 64 يواصل الإداري محمود زيحو مشواره الكروي مع فريق مجد الكروم. في عقده الثامن يروي لنا زيحو تجربته مع كرة القدم المحلية بدءا من الفريق الأهلي وصولا إلى اتحاد أبناء مجد الكروم. سنة 1964 بال64 أنا بلشت بكرة القدم. بال67 أنا لعبت ثلاث مباريات. من بعدها أنا صرت عضو إدارة. نروح نسرق يا زلمه، نروح نسرق هيك بدك تسمع. كنا نسرق تنا ندفع السفرية. اليوم وين؟ اليوم وين؟ كيس الكلس نروح نشتري كيس كلس، سامع؟ نشتري كيس الكلس ونيجي لهون نقعد نمشي فيه هيك، سامع؟ نمشي هيك ونقعد نخطط في الملعب تخطيط. 50 عاما من العطاء والتضحية، في عقده الثامن لا يزال الإداري محمود زيحو يتنفس عالم كرة القدم ويعيش داخل المستطيل الأخضر. تقرير الأسبوع يحاكي قصة الإدارية من قرية مجد الكروم محمود زيحو. لما بلشنا بكرة القدم بمجد الكروم كانت عدد سكان مجد الكروم أبو 3500. أم الوليد زوجة لطالما حاولت إدخال زوجها إلى القفص الذهبية، لكن عشق كرة القدم كان أقوى من أي رابط مقدس بالنسبة لمحمود. بس أنا من يوم تجوزت وهو عن هالشكر رايح جاي، ولك عم طفش إن روح إن إن لبيتي، يعني أنا إلي لأولادي حمر. كنا بعرفش وين نسهر، بده يروح ودي زاهر خطيب، بدي يوديه دشر الأولاد بقلب السيارة اثنين، يعني كانوا وليد وخير كانوا عروس بعضهم. ما فيش معه وقت اللي هو يحمل الولد يحطه على الفرشة، دشره انه راح. بقول طب شو هيك الحياة؟ وبعده لحد إسه هو نفس الإشي. خلصنا، شو اللي بدك إياه؟ شو خاص عبال إيش؟ بس بكفي بشرب معاك الصبح فنجان قهوة بطلع. بس هاي المرأة إلها الشرب القهوة وإلها النوم. في عام 1952 أطلق على فريق كرة القدم في مجد الكروم نادي الأهلي، قبل أن يتحول إلى هابوعيل، اسم ارتبط بالنادي الأهلي المصري. أبو وليد يتحدث عن سبب التسمية في تلك الفترة وكيف أثر الصراع العربي الإسرائيلي والحروبات في تلك السنوات على كرة القدم المجدلوية. اسم النادي الأهلي المصري بوقتها عانينا كثير. كان عندنا فريق كشاف كمان، كان كمان فريق كشاف قبل كرة القدم. عانينا كثير بالحكم العسكري بالدولة. الدولة كانت تضايق علينا، ما كانوش يعطونا نسافر أو نروح على لعبة أو نيجي إلا بتسريح، يعطوك تسريح محدودة ويضايقوا عليك بكل معنى الكلمة. مرة سألناهن يعني انتوا بتضايقوا علينا ليه؟ قالوا يعني شو انتوا سميتوا الفريق على اسم النادي الأهلي بمصر؟ ومرة كتبوها بمعاريب أنا بنساهاش، قالوا لورك بمصرايم مش مع دول الأهلي، قام بمجد الكروم مش مع دول الأهلي. في عام 76 لا يزال الإداري يتذكر أكثر اللحظات إثارة. من بيته إلى الملعب القديم في القرية يروي لنا محمود زيحو لحظات تاريخية من صفحات مجد الكروم الكروية. أكثر المباريات التي تتذكرها في هذا الملعب، أكثر المباريات التاريخية. لعبنا ضد عكا، ضد الأخاء عكا بنساهاش، وراحوا جابوا معاهن الحكم بسيارة بقولوا لها سيارة سعود يونا. الحكم إجا معاهن اسمه صباق من ناشر إجا مع فريق عكا. إجا مع فريق عكا، فقعدنا بديت اللعبة. لما بديت اللعبة بالهاف تايم الثاني
في لعيب اسمه محمود سليم الله يسهل عليه، فكر اذا توفى الله يرحمه، هيك اللي فهمت انه توفى محمود سليم اخونا القاري، بتعرف القاري كبش طب من النص سامع، واحد اعطاه طب من النص هو بالاوفسايد لحاله، ظل مكمل للجول حتى جول. طب ما الحكم منقول لك اوفسايد ما يقبل، قام الحكم الشرطه، قام البلد مع اللعيبه كبشوا الحكم، لحقوا على التين هناك، ظلوا يقتلوا فيه، تصابوا زعزوع مخ. في وقتها احنا انفصلنا 4-5 مباريات. علاقة حب متبادلة، ارتباط روحي بعالم المستديرة، ولعل أبرز عنوان يلائم تضحية محمود هو الانتماء وروح العطاء، جسد لا يعرف معنى التعب. في عقده 5 من العمل في عالم كرة القدم، يقول الإداري إن الموت هو ما يفرقه عن العشب الأخضر. وبهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكرك جزيل الشكر أيمن خليلي وأيضا وسام خليلي، وأنتم أيضا أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وإلى اللقاء.